السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد، مقطع فورتنايت ثاني أيضا مع الشباب، وإن شاء الله أنكم تستمتعون بالمقطع، وإن شاء الله المقطع الجاي من فورتنايت راح يكون سولو، يعني ألعب الحال، يعني أوريكم قديش أنا محترف. ها يلا خليكم مع المقطع. شو الرقصة حقتي يا بيبي افتكنان؟ طيب شباب مكاننا يلا بيتنا والله صحيح فكنا من تلت الدي يا عيال. يلا نفسي خصامولي حار من المخابز الحين مع جبن سايل. جتني فترة كنت اخذها واخذ سحار كذا عرفته يطلع فريش. ياب الصابون يصير ايه، كنت اخذ بريال واخذ شاي كان عشابورة. احمد خذ ثانك يو فيري ماتش. والله اننا تيم ميتس يا شباب. دقيقه اوه بيبي سكار. لا شدق انا ازرق. وش بامب ولا تكتيكال بامب؟ لا كويس يا شباب، الدائره قريبه مره ذي، حنطب على شيفت الان. ها الله سكار يا اخي، يعطون انا وبواحد الفريق سكار الان ام القهر. واحد ما شالكم الا انا قبل. اشوف اوكي لحظه شوفوني ساره مقفل ورا الشاحنه. ها المقفل ورا الشاحنه وش فيه؟ ابن مالك تحريات كلب. دقيقه والله من جد. تعال عثمان تعال تحريات كلب. أمس. تعال والله بروح لكم. ليش مقفل ورا الشاحنه؟ ليش ابن يا عزيز ليش كذا؟ ليش تسوي انت ثلاثه ليش؟ اوكي احمد شوف راح هناك. ها ايه تعال يلا اسكتوا يا اخوي. ايش تقول يا ارض؟ يطيحونا بسرعه. ترى كان في لود جوا يا عثمان. شفته شات كرابيه. خلاص خلصت ترى. المهم تحريات، انا تحريات كلب والله صدق. والله فايت ملعون الوالدين صار هنا شباب. جنبات والله فايت. يوه شوف احمد شوف وين راحوا. امشي اخلصوا بس. اوه على فوق. اوله هذا من ذا؟ اوله راح. انت حريات انا. تعال بس ام ذا حبي طقك عابي. والله طقك عابي، خلت حرياتك تنفعك. احد من اللي يصدق اوكي شايف والله خطتنا افضل عثمان. احنا ما حد عارف. طيب خلنا نذبحهم. وترى في ثار على ال 330 احمد شوفه. جاي عندك عثمان. خوي ثلاثة سهلون. لا اله الا الله. لا انزل احتاج موارد. ابو حميد هلا حبيبي. ابو حميد كفو يا اخي. شنب حقيقة ما يحتاج يا ريما من توي انقلع. لا احد يجي عثمان كمل لحالنا انا وياك. شوف تاخذ سكار والله. سكار خلاص. يلا من جد اسحب. سلام شباب سلام. ها يلا عثمان خلاص بلعب دو انا وياه. تعال تحت والله. شوفهم وين تيم اربعة. امشي عند العيال. اي تعال عيال. مشينا عند العيال. اصبر بهي اصبر. ها عيال ضيعت ام الجيم. اصبر يا شباب اصبر خلي الرجال يهيل. طيب ضاغطين علينا شو نسوي؟ العن شكله. فوق العن شكلهم يا شيخ. 50 واحد درع شلت راسه. يلا مشينا عثمان. انا بهيل رب. شلون نمشي؟ ما ادري يطلقون علينا باقي. خذ اطلع اللاش. تعال احمد تعال شوف التكتيك. تعال شو رايك؟ ايوه اي بنجي نلتف من وراء الجبل. حلو اوكي بعدين خلاص نروح لاخويانا. بس تبتذبحهم يعني؟ انا عبالي خل نروح نجلدهم. فهمت ما اسمعك حطيت موسيقى وكذا. هي مره صدفت ما تصير كل مره. ايه هو العيال داخلين فايت. كيف لو جينا من وراك؟ اوكي انا ببشهم. ها عزيز دقيقة بس هذوليك اللي تعال احمد من عندنا ايه يلا يلا وطالع لي من الارض بيجي. يلا اتوقع بيلفون من ورا الجبل اذا يلعبون. ابي يقعدون عندكم. ها وينهم؟
يلعبون السهل. كفو كفو والله العظيم اني ما سويت شيء للامانه يعني بس ترى بيجي حق هنا هنا في واحد جاك فوق 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 جاء واحد يجي فوق 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 هذا شيء لا 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 والله عثمان ما ينجز ثلاثه مو بواحد يا عيال ما شفنا الا واحد انت لا نوقت واحد انا ما اطلع بالجيم بلاش ذا نوقت واحد نزل معايا واحد يلا تكفون يا عيال تكفون والله انهم يلا كمل خليك كمل صح باقي واحد عند يلا يا عزيز كمل عليه كفو اسناب يا شيخ والله الواحد يعتمد عليك عزيز تغيرت النظره حق عزيز صحيني عزيز حبك وينكم انا هنا تحت انا هنا ارتكاز يا شنب ارت شنب ارتكاز عزيز تلفون ما في وقت عيال يلا قاعد اقومه والله قاعد اقومه ترى يا اصبر يا ولد يلا سريع تحت قروشنا اهدى طيب ابشر ليش يا طيب ليه ارتكاز حرام عليك انسون جاي فك يده يا شيخ يلا ماله بحطيت الانشفاد تحت عيال تلوت وشو اقدر اقصده اصبر عندي فاير كامب ها فاير كامب يعني ما استخدم المدكت حقتي مدكت احد تعالوا انا عندي مدكت ضاعت عزيز مدكت يلا حطها سريع عندي ذا تعال سكر الجدار طب حط سريع تعال سكر وين الكامب فاير يا سيد اللي عند اوكي يا طيب عزيز يا بنتي حد عنده رضاعات والله اشرب بقي لي حبه اذا ما لك امرين عندي الا ذا الكبير كم توصلنا يا شباب ذي طيب ترى معك شيء عندكم معلقين باقي واحد ضدنا اما باقي واحد اي والله باقي واحد بالله يا شباب بما انه كذا تكفى خلوا عليه لا يا طيب لا تفضحنا يلا تكفى عشان يعطي عشان قاعد اسجل عطل هذا خليني اذبح انا تكفى الله يخليك سنايبر ديجل شيء لا ايش تبي اذبح بالار بي جي لا خلاص بجيب يلا شو اسمه يلا انطلق وابحثوا هنا وين عندك ايه عندي فوق هذا وي عزيز اذا طرحك ما بذبح يا كلب يلا لا جاك هذا هو فوق يلعب يجي من والله بطيح سنايبر طيحت الدرع بالسنايبر وين شباب ما اشوفه يا شباب لا ضيع علينا الجيم يا احمد بسبب فلت ابشر اوه هذا هو طاح انا مني طيح انا مني يا اخي طاح عليكم يا عيال طاح طيحت اعطيته بار بي جي وطاح تحت كفو ارقص يا ولد على كيفك انها لك مو بلك والله العظيم انا افضل اللي طرحته في الار بي جي والله انتحر كذاب لا والله العظيم يوم رميت الار بي جي طاح بس ما انحسب لك يعني طب انا متسبب يا اخي شبو امك اني بورلي طيب يا شباب حددوا المكيفات ولا برج الساعة سريع مكيفات يلا انا بطيح في مكيفات تحت بس في الشرفة ها احمد نزل في الشرفة نزل معي واحد ان شاء الله ما احصل شوتجن يا رب انا بجيكم فوق ولا سلاح قول له زحمة يا عيال ثلاثة انتي ولد نزل سلام لا جاك واحد قول له مين هذا وين الثاني فوق اربعة هو مع سلاح صغير انا خويك ارتكاز والدهم دولا وينهم فوق كلهم فوق اربعة شوفهم عثمان قلو الذين كلي معلش اسف لا هو جاب يصر كلي كذا قاعد يفنش ذاك بس اني ترى ما سويت شيء الامان انا يعني معك صريح احمد اراكم لا واح صدق والله صدق وراي بيب عزيز يا شيخ انا
مذبح شايف. إلا عرب بالصدفة قال طقطق على إنه في واحد وراك وفجأة طلع واحد. إيه فكه وامشي تعال. أوه طب أنا طبّد في تيم يا عيال. أنا طبّد عند تيم. أنا آسف برقص لهم برقص لهم برقص لهم يا ولد. والله جاني جوني الأربعة آسف آسف فيه وتكفى خلوني بحالي. برقص لهم يا واحد قدامك يا عثمان كان لا لا الله يلعن